كل الأندية. أدي رمضان عدى بمهارة كبيرة. رمضان لسه هنشوف هيعمل إيه. دخل نفسه في الزحمة ولكن على طول تراجع لاعبي اتحاد الشرطة وعملوا إبعاد. ضغط من النادي الأهلي عايز يسيطر ويسجل الهدف الأول، لأن الهدف الأول هيحل المسألة. وادي الجول، أدي الجول، وادي الإجابة، أدي الجول، وادي الإجابة من مؤمن زكريا بتاع الإجوال. مؤمن زكريا في الدقيقة 16 بيجيب عن السؤال اللي لسه منذ ثواني قليلة بقول لحضراتكم. الجون الأول هو اللي هيحل اللغز وهو اللي هيفك الشفرة. عملها مؤمن زكريا وحطها بلياردو في العرض. ولكن بص شوف الحكاية، بص شوف الرواية. أدي مارسيلو بص ورفع، وأدي الراسية، أدي الراسية وجول. جول لمصلحة النادي الأهلي مشاهدينا في الدقيقة 17 من عمر وزمن اللقاء، علشان مؤمن زكريا يفتتح التسجيل ويضع الهدف الأول للنادي الأهلي، والهدف رقم 6 لمصلحة مؤمن زكريا. مضغوط عليه يستفيد وياخد رمية تماس لمصلحة النادي الأهلي. أدي لمسة من عبد الله، وأدي مرة تانية اللمسات واللدغات، وأدي التسديدة. جول 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 جول. عملها فتحي وزي ما سجل في الكاس يعيد القارة مشاهدينا في الدقيقة 22 ويحط صاروخ على يمين عمرو حسام بعد جملة وبعد نغم وبعد انسجام. بص شوف اللمسات، بص شوف اللدغات. عبد الله السعيد رمضان الغزال. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على جمعة التمرير وخمس لمسات، خمس لمسات وفي الستة جول من أحمد فتحي اللي بيضع أول أهدافه مشاهدينا هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز. وكرم بالإضافة طبعا للحارس عصام سعد. هنشوف أفكار هاني رمزي إيه. ودي عبد الله السعيد بيغير اتجاه اللعب، ودي هدف، أدي هدف. عملها محمد عبد السلام. واناب عن لاعبي النادي الاهلي والنيران الصديقه مشاهدينا الكرام. تكمل على مسات اتحاد الشرطه في هذا اللقاء، ولكن عبد الله اهدر ركله جزاء وعمل تمريره يخطئ فيها الظهير الايسر محمد عبد السلام. حطها نموذج يا عيني يا عيني يا عيني. هدف عن طريق النيران الصديقة مشاهدينا في الدقيقة 44 يرتفع برصيد أهداف المارد الأحمر في هذا اللقاء، وتصبح النتيجة مشاهدينا 3 النادي الأهلي لشيء اتحاد الشرطة. سعادة وفرحة وابتسامة وحضن كبير يضم كل أعضاء الجهاز الفني للنادي الأهلي. ودي عمرو جمال دخل وعايز يظهر ويقول أنا هنا. ومرة تانية كورة، ودي فنت، ودي التسديدة. جول 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 جول. الأهلي فتح الكلية. ومهرجان الأهداف مشاهدينا في شهر إبريل بيقدمه النادي الأهلي بفرحة وسعادة كبيرة واستسلام كبير من لاعبي الشرطة، وأهداف متتالية. وزي ما انت عايز تقول قول، ولكن بص شوف الحكاية، بص شوف الرواية، وبص شوف النغم. يا عيني يا عيني يا عيني. ادي الغزال عمرو جمال، وادي الفنت من رمضان، وادي التسديدة بيركنها. مفيش اجمل من كده علشان احمد فتحي يضيف الهدف الثاني ليه هذا اللقاء، والهدف الرابع للنادي الاهلي. وركلة الجزاء رقم 83 صلاح ريكو، عنده 5 اهداف. هنشوف ريكو هيقدم ايه. وريكو بيحط وبيحط جول 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 جول. اخيرا الشرطه يضع هدف حفظ ماء الوجه في النصف الاول من الروايه بعد التسديد من ركله جزاء. عدت الكوره من تحت ايد احمد عادل عبد المنعم رغم ان هو توقع، ولكن الكرة تملي أسرع، ويقدر ريكو إن هو يزلل الفارق مشاهدينا. وفيها على طول لباسيوني عايز يغير، ولا شمامة
بيلعب عرضية ولكن قافلها، ترجع مرة تانية لشمامة في مكان خطير وبيعكس واحدة حلوة، وادي التسديدة، وادي جول 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 جول، عملها عملها اتحاد الشرطة وفاجئنا. وادي عبد الله سيسي، عبد الله سيسي المهاجم البوركنافي يضع حياة وقبلة أمل وقبلة إشراقة في هذا اللقاء. بص شوف، ادي مصطفى شمامه كان عنده طموح ورغبه، وادي الكوره على طول بلغه الهداف عبد الله سيسيه ياخد تسديده بسيوني ويحط بضربه راسيه لا تصد ولا ترد على يمين احمد عادل علشان يخطو فريق اتحاد الشرطه. حسام غالي، وادي الضغط والتمرير الخطا ياخدها المره دي بسيوني، وادي مره تانيه عبد الله جول، عبد الله سيسي جول. الماتش اتقلب، الماتش اتقلب، وعبد الله سيسي بكورتين متتاليتين بيتحرك ويستغل. قلت لحضراتكم في استرخاء وفي تغيير للفلسفه، عملها هاني رمزي ودفع بعبد الله سيسي. بص شوف الاخطاء، ادي الخطا وادي بسيوني يعمل تمريره للهداف عبد الله سيسي، بيسدد على طول بقدمه اليسرى، كوره تغالط احمد عادل عبد المنعم علشان يعود مشاهدينا اتحاد الشرطه ويقلب الطاوله ويقدم لنا مباراه ولا في الاحلام، وتصبح النتيجه 4-3 حسين السيد يلعب كرة للأمام، مؤمن زكريا يلمس، رمضان في مكان خطير، الهجمات المرتدة السريعة بتعمل إزعاج، وادي مرور، وادي كرة جول، ادي كرة جول عملها رمضان، عملها رمضان أبو التفانين حدوتة، واداها هدية للغزال علشان يضيف خامس الأهداف للنادي الأهلي في الدقيقة 78، ولكن عملها وقشرها وسواها رمضان صبحي ابو التفانين حدوته. بص شوف رمضان بيعمل ايه، بص شوف بيعدي من ربع متر وحطها هديه للغزال عمرو جمال علشان يتسع بالفارق مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء، ويضع الهدف الخامس للنادي الاهلي في هذا اللقاء والهدف الشخصي الرابع لعمرو جمال، وتصبح النتيجة 5-3 المرة دي فرحة غير وسعادة غير.